انا مش بظن ان في نساء كتير او بنات كتير ما تعرفش اللي احنا هنقوله في حلقة النهاردة. انا باجزم وبؤكد ان اغلب واكتر من 90% من النساء والبنات في علاقتها ما تعرفش اللي احنا هنقوله في حلقة النهاردة، رغم ان هو بيعتبر ليه مفعول السحر على طبيعة الرجل كرجل، لان الطبيعة البشرية وبالادق طبيعة الرجل في الحياة العاطفية او العلاقة العاطفية او بشكل عام مدروسة ومعروفة، ولازم احنا كعقلاء نستفيد من الدراسات دي اللي يعني كان فيها واتبذل فيها مجهود كبير عشان نقدر نطور علاقتنا او نحافظ عليها او نتقدم بيها للأفضل. وده بقى اللي احنا هنعمله في حلقة النهاردة، يلا بينا. اهلا بيكم، برحب باجمل ناس في الدنيا، ويا ريت الجديد كده سريعا يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على زر الجرس، اهم حاجه عشان اشعار الحلقه يوصل له وما يروحش عليه، ودوسوا لايك. يعني الحلقه دي من الحلقات المهمه قوي، نظرا انا بقول مهمه بناء على ايه؟ انا بشوف الرسائل الكتير اللي بتجيلي على الانستجرام او اللي بتجيلي على صفحتنا على الفيسبوك او حتى في التعليقات كتير قوي بيبقى عايز الإجابة اللي احنا هنجاوبها في حلقة النهاردة فاستفادوا. يعني مش معنى انا ما اقدرش يا جماعة ان انا ارد عليكم كلكم بالتفصيل، فقلت وبقول ان انا بعمل حلقات زي دي بتكون شاملة وبجاوب فيها على اسئلتكم، فاعذروني ومحدش يزعل مني. وكمان يا ريت تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، مثبت رابطها في اول تعليق وفي وصف الفيديو. خلينا كده، انا بعمل لايف على الفيسبوك وعشان تقدروا ان انتوا تتواصلوا معايا ونقرب من بعض يعني اكتر. انا هقول نقطة كثير من النساء او البنات ممكن تكون يعني ما بتاخدش بالها منها في البداية كده. اولا يعني الاختيار لازم يكون بنسبة كبيرة عن اقتناع بالنسبة لك. انا بتكلم عن واحدة مثلا في حد بيتقدم لها او في علاقة حب او حتى في فترة خطوبة، مالكيش دعوة باهلك وبصحابك، لقيت في كتير من البنات بتقول مادام اهلي شايفين ان هو كويس وصحابي شايفين ان هو كويس مش مهم رأيي. لا، ده المهم انتي، ده اهلك وصحابك دول فترة مؤقتة ولا محالة هتنتهي وهينشغلوا بغيرك. انتي على الاقل تكوني مقتنعة بالشخص، احنا بنتكلم بالبداية خالص اول بنسبة لا تقل عن 50%، ده من داخلك انتي. ونحي كده وابعدي الآراء كده، كل الآراء دي عن مخيلتك وبينك وبين نفسك، انت مقتنعة بالشخص ده 50-50 ده أقل حاجة ولا لا؟ ما لقيتيش كده خلاص، مع احترامي الآراء أي حد تاني، انت كده مش هتقدري ان انت تطبقي بقى اللي احنا هنقولك عليه بعد كده. يبقى في البداية لازم يكون بنسبة 50% على الأقل انت شايفة ان الشخص ده مناسب ليكي. ويا جماعة فعلا مفيش حد يعني أدرى منك بنفسك، في حاجات كتير مهما كان الشخص قريب منك ما يعرفهاش عنك، وانت الوحيد اللي تعرفها. ومن هذا المنطلق انا اقدر اقولك ان انت اكتر حد ممكن يكون عنده قدرة على الاختيار. انا ركزت على النقطة دي تحديدا عشان في كتير من البنات والنساء بتسلم امرها يعني للمحيطين او بتسلم ودانها او قراراتها للمحيطين. يعني ايه توافقي على حد او تدخلي في علاقة مع حد وانت مش مقتنعة بيه داخليا؟ يعني ما هو ده اللي احنا بنسميه بقى انا بضحك على نفسي او انا بعيش نفسي في الوهم. فاحنا عايزين نبتدي صح، لان ما بني على صح فهو صح على فكرة، وما بني على خطأ يعني مش هقول نقدر نخليه صح، بس هنقدر من اللي احنا بنقوله دلوقتي يعني نحاول ان احنا نعدل فيه على قد ما نقدر او نستفيد منه، مش هنخسر حاجة. ولكن في البداية لازم نكون نراعي الحتة دي مبدئيا. وانا مش بقول لأي بنت ان هي تخالف رأي مثلا اهلها او الناس القريبين منها، ولكن خد رأيهم وانت ليكي نظرة برضو في الطرف الاخر اللي عايز ان هو يدخل معاك في علاقة يعني، او عايز ان هو يقرب منك او يرتبط بيكي. هما موافقين بس انت مش موافقة، خلاص مش مهم، انت موافقة وهما موافقين تمام. ده انا بتكلم بقى على اللي بيتقدم لها حد او كده. اما لو انت هتدخلي في علاقة عاطفية فممكن تستشيري بعض الناس الامناء الاصدقاء المقربين ليك لو انت حابة، وبرضو ما تخليش رأيهم يسيطرك. مهمة جدا النقطة دي. الاهم بقى اللي احنا هنقول عليه، في حاجة في العلاقة العاطفية اسمها السلم العاطفي، يمكن حد سمع عنها قبل كده ويمكن لأول مرة، وأنا متأكد إن في كتير بيسمع عنها، ولكن هنوضحها.
السلم العاطفي بالبلدي يعني شد ورخي، يعني دايما دايما الحاجة اللي بتمشي على منوال واحد. ركزي ركزي معايا قوي في اللي انا بقوله ده، اي حاجة بتمشي على نمط واحد او منوال واحد بتبقى حاجة روتينية، ومادام اصبحت حاجة روتينية اذا على طول هتصاب العلاقة دي بالملل عاجلا ام اجلا. حتى لو انت شايفة ان العلاقة ماشية حلوة وما فيهاش مشاكل، ما دام ماشية على خط واحد ونهج واسلوب واحد يبقى الملل جاي جاي. طبيعة الانسان هنعمل ايه، الانسان بطبعه زهوق وملول، دي ما فيهاش نقاش. ايه بقى السلم العاطفي اللي احنا ممكن نمشي عليه؟ خلينا كده نعمل يعني نكسر بقى حتة الروتين دي باللي انا هقولك عليه ده. ممكن ان انت تهتمي بالشخص اللي معاكي، ممكن ان انت تهتمي بالشخص اللي معاكي. الاهتمام درجات، تعلي الليفل او المستوى بتاع الاهتمام فترة وتيجي مقللة الليفل ده. يعني مثلا انت هتوصلي الليفل لنسبة 90% وبعدين تيجي بعد فترة تانية موصلة الليفل ده ل 50%، تمام حلو اوي كده، وبعدين ترجعي تاني تعلي الليفل لنسبة 90%. ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا خليكي انت مرتبطة بشخص او حتى هترتبطي بشخص وهتبدأي تطبقي اللي احنا بنقولك عليه ده من دلوقتي. ابدأي زي ما تحبي سواء بليفل الخمسين او بالتسعين. انا اقول لك نصيحتي، مفيش عندي اي مشكلة في النقطة دي، امسكي العصاية من المنتصف لمدة مثلا لا تقل عن 3 ايام ولا تزيد عن اسبوع. يعني خلي اتعاملي مع الشخص ده حتى لو انت بتحبيه بنوع من المعاملة الطبيعية العادي، مفيش افورة في الاهتمام او مش مهتمة اوي ومش مطنشة اوي برضو عشان ما يزهقش ويحصل مشاكل. ما تقلش عن 3 ايام وما تزيدش عن اسبوع، وانتو شطارتك بقى في الليفل ده براحتك، تمام. بعد كده تعالي معلية نسبة الاهتمام، عليها يعني اهتم بيه بنفس المدة بنسبة مثلا من حوالي 3 ايام لاسبوع. خلي الاهتمام او نسبة الاهتمام بالشخص اللي معاك ده تعلى. طب ايه اللي هيحصل بقى وانا بقول كده؟ لما انت دايما اسمع الحاجة الاخيرة وبعدين احكم. انت كده عملت مع حاجة اسمها كسر للروتين. هو انت كده، ركزوا معايا وخلينا نبص نظرة عميقة شوية، انت كده لما تعمل اللي انا بقولك عليه ده بتتعاملي مع الشخص ده بنمط واحد؟ الموضوع كده في روتين بعقلك؟ خلاص بعدنا عن موضوع الروتين. لا ده مش روتين بقى، ده شوية انت مهتم اوي وشوية الموضوع عندك طبيعي. يبقى اذا انت عملتي نوع من انواع الاثارة للشخص اللي انت مرتبطة بيه ده، صح ولا انا بتكلم غلط؟ ده الطبيعة البشرية كده. وتعالي فترة بقى بعد ما تعملي كده، الفترة او الخطوة التالتة، تعالي موقعي الاهتمام شوية، ما تخلوش يوصل لزيرو بس وقعي شوية برضو فترة حوالي 3 او 4 ايام في الفترة دي، تمام. طيب مهما الشخص اللي قدامك حسيت ان هو بدأ يزعل، حسيت ان هو بدأ يتقمص، ان هو بدأ يبتعد، اقول لك واطمنك هيكون مبسوط ومشغول بك ليل ونهار وانت بتعملي معاه كده. اقسم لكم بالله دي ما فيهاش نقاش ولا فيها جدال. خلي بالك من النقطة دي عشان الناس قلبها يعني رقيق شوية او ضعيف شوية ممكن تقول لا ده هيضيع منه. عمره ما هيضيع منك لو طبقت بالخطوات اللي احنا بنقول لك عليها دي. الرجل بطبعه هيبدأ، الرجل بطبعه عشان اوفر عليك هيحصل معاه حاجتين مهمين قوي هما اللي احنا عايزين نوصل لهم. اول حاجة هيبدأ يسأل نفسه سؤال حلو قوي، ليه بتعمل كده، صح ولا انا غلطان؟ وما دام الشخص سأل نفسه بشأنك، يعني سأل نفسه سؤال داخلي واحتار بسببك، اذا هو فكر فيك، وما دام هو فكر فيك هو ده اللي احنا عايزينه. دي اول حاجة. تاني حاجة هتبقى انت عملت معاه حاجة حلوة قوي اسمها شد ورخي، او دوقتي جنتك ونارك. بمعنى دوقتي الاهتمام لما تكوني مهتمية بيه، دوقتي الاهتمام والدلع والفرفشة والدنيا الحلوة قوي اللي بيحبها الرجل، وفي نفس الوقت دوقتي العكس. الفكرة باختصار ان انت كده دوقتي الحاجتين، الجنة بتاعتك والدلع والاهتمام والحاجات اللي هو بيحبها والعذاب والتطنيش وقلة الاهتمام اللي هو بيكرهها. فيبدأ يخاف لانه عارف ان انت دلوقتي عندك السلاحين، السلاح الحلو اللي هو بيحبه وفي نفس الوقت السلاح الوحش اللي ممكن
يعذبه ويقتله من التفكير. وما دام وصل هو معاك للمرحلة دي من التفكير أو المرحلة دي بشكل عام، إذن هيكون أكثر حرصا عليك، وهيكون أكثر حرصا إن هو يفضل في الجنة، خلي بالك، وقت أكتر من النار. فاهمين أنا عايز أقول لك إيه؟ هيكون حريص إنه أنت تفضلي في الحالة الجميلة دي معاه وما تقلبيش على الوش التاني. بصوا يا جماعة بقى، أنا عايز أقول لكم حاجة في النهاية. قد يرى البعض من النساء ان ده شيء يعني صعب عليها ان هي تقدر ان هي تعمل، ولكن احنا دايما بنقول اللي عايز يعمل الصح لازم يعرف ايه هو الصح. مش هتعرف تعمل الصح الا لما تكون عارف ايه هو الصح. هو ده الصح في العلاقة، لو انت عايزة ان انت تبقي علاقة كويسة في المستقبل، والكلام ده هيجي وانت هتحس بيه يعني تدريجيا مش مرة واحدة. احنا ما بنجبركيش في حلقة زي دي ان انت تعملي حاجة زي كده. انت لو شايفة، شوف انا بقول لك ايه بقى الخلاصة في الاخر، شايفة ان انت علاقتك مرتاحة ومش محتاجة اي تعديل ولا اي تطوير، كان بقى انت زي الفل وربنا يسعدك. شايفة ان في توترات في العلاقة وان في يعني حاجات واشياء كده بتحدث او بتحصل مش مخلياكي مرتاحة، ما تجربي. هتخسري حاجة لما تجربي حاجة زي كده. جربي، ما دام انت مش مرتاحة جربي. باختصار ده اللي انا كنت عايز اقوله في حلقة النهاردة. النمط الواحد دايما بيولد ملل، دايما بيولد روتين. هدفي في الحلقة دي ان انت تبعدي عن النقطة دي. طب الرجل كده هيهتم بيك اكتر؟ شور، اكيد مؤكد هيهتم بيك اكتر، عكس ما تكون انت ماشية معاه على نمط واحد. النساء المتمرسات هي اللي فاهمة قوي كلامي اللي انا بقوله ده. دوسوا لايك رجعنا عشان حلقتنا مهمة وتوصل لاكبر قدر من الناس، واكتبوا لي ارائكم، انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. ويلا تصبحوا على خير.